دونك الماء هو واحد السائل مهم بزاف للذات ديالنا، مهم بزاف ديال التفاعلات الكيميائيه اللي كيوقعوا في الجسم ديالنا، ما نقدروش نستغناو عليه حيت هو السائل الوحيد اللي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبه للانسان وبالنسبه لكاع الكائنات الحيه. خاصه في رمضان خصنا نردوا البال الكميه ديال الماء اللي كنشربوها، خاص الكميه ديال الماء اللي كنجيبوا للذات ديالنا تكون كتعادل اولا كتفوت القياس ديال الماء اللي كنخسروه عبر تعرق تبول بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين، وخاصه ان شهر رمضان الكريم تيجي في واحد فهاد السنه هذه كيت جا في واحد الوقيته ديال السنه اللي فيها شويه ديال الصهد والناس كيحسوا بالعطش اكثر فتره الصيام. باش نتفاداو هاد الاحساس بالعطش كيخصنا نشربوا الماء بانتظام في الفتره اللي كنكونوا فاطرين فيها، يعني من الفطور للسحور ما نخليوش حتى تقرب الوقيته ديال السحور عاد باش نبداو نشربوا الماء بزاف، حيت هاد الشيء هذا ما يخليش الذات ديالنا تستغل كاع الماء اللي تنشربوا في هذيك ساعات المكانة ولا ساعتين قبل ما نحبسوا الافطار وندوزوا المرحلة ديال الصيام. يعني الماء تبقى كنشربوا من اللي كيودن المغرب حتى كيودن الفجر بطريقة منتظمة بشوية بشوية، تنكمل على الأقل إتر ونص حتى جوج إتر ديال الماء في كل نهار ديال الصيام باش فترة ديال الصيام ما يجينيش العطش. كذلك الإكثار من السكريات والمواد المملحات والمعجنات كيخلي الإنسان يحس بالعطش أكثر في الفترة ديال الصيام. يعني إلا ابتعدنا على العادات السيئة اللي كتكمن في الاستهلاك ديال المقليات وديال المواد الغنية بالسكريات والمعجنات اللي هي غالبا ما كتكون مملحة بالاستهلاك الزائد ديال الجبن وديال بزاف ديال المواد الغذائية اللي إلا استهلكت بكثرة كتخلي الإنسان أنه يحس بالعطش فترة الصيام. يعني نشربوا الماء بزاف ونشربوا بكمية كافية بطريقه منتظمه من الفطور للسحور، ونحاول ان نكون عندي عادات سليمه باش ما تخلينيش نحس بالعطش في فتره الصيام. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.